ومهما بكاني بيجيني وقت اكيد بفرح معاه من تاني. بالتأكيد طبعا مبروك لنادي الزمالك مجلس ادارته برئاسة هشام مرتضى منصور، مبروك لجماهير نادي الزمالك، مبروك لنجومنا الكبار اللي في الاستوديو كابتن جمال كابتن حمادة كابتن حميد، اهلا بيكم مرة تانية. اخيرا الزمالك بيفوز 3-1 على سموحة في استاد برج العرب.